السلام عليكم ومرحبا بكم اخواني الكرام على قناة بروفيت ان ذا وورد. في هذا الفيديو الجديد من خلال هذا الفيديو ان شاء الله سوف نشرح لكم هذا التطبيق الخاص بلعب الالعاب وربح المال، وايضا سوف تقوم بسحب الرصيد الخاص بك على حسابك في بنك الباي بال، وايضا سوف اعطيكم اثبات سحب من هذا التطبيق. شكرا ل 2980 مشترك على القناة، شكرا لكم جزيلا، اقتربنا من 3000 مشترك. لا تنسوا الاشتراك في المسابقة الموجودة على خيار او خانة المنتدى او الكوميونيتي، فشروط سهلة وبسيطة، 5 فائزين كل واحد سوف يحصل على 1 دولار على حسابه في بنك الباير. اذا مباشرة سوف نذهب الى الشرح الخاص بنهار اليوم، هو تطبيق تاب تاب مينينج 2. شرحنا تطبيق تاب تاب مينينج، شرحناه من قبل وايضا وضعنا له اثبات سحب، وهذا التطبيق هو تاب تاب مينينج 2. سوف اترك لكم رابط تحميل هذا التطبيق اسفل الفيديو في خانة الوصف وايضا في اول تعليق. بعدما تضغط على الرابط يوجهك مباشرة على متجر بلاي ستور، تقوم بتحميل التطبيق. بعد ذلك تدخل على التطبيق، أول شيء عليك أن تفعله تذهب هنا إلى خيار Upgrade Chest بهذا الشكل، تقوم بالضغط عليها. هنا يقول لك أول شيء عليك أن تقوم بفتح حساب سواء عبر الفيسبوك أو جوجل. ثاني شيء تقوم بتدوير العجلة 6 مرات، يعني تقوم بمشاهدة 6 إعلانات، تقوم بمشاهدة 6 إعلانات. ثالث شيء يقول لك قم بتكسير هذا الجدار مرة واحدة أو انتقل إلى الليفل 2. تقوم بتكسير هذا الجدار بكل سهولة أنك تقوم بالضغط على هذا الزر هنا، تقوم بمشاهدة إعلان ويبدأ في النقر التلقائي أو تكسير تلقائي لهذا الجدار كما تلاحظون أنا الآن في المستوى رقم 4. بعد إكمال كل هذه المهام تضغط على خيار أبجريد بهذا الشكل حتى يتم فتح خانة السحب معك. لو ذهبنا هنا إلى الويذدرو كما تلاحظون تم فتح خانة السحب، تستطيع السحب عن طريق البيبال أو عن طريق الباير. فكما تلاحظون الحد أن للسحب هو 3000 نقطة، ولكن التطبيق لا يسحب مباشرة على بيبال أو الباير، وإنما تقوم بتحويل النقاط. عندما تصل إلى 3000 نقطة تقوم بتحويل هذه النقاط إلى تطبيق آخر. نقوم بالضغط على خيار جولد شوب بهذا الشكل. هنا كما تلاحظون يمكنني أن أشتري هذه أو أقوم بتحويل هذه النقاط الموجودة هنا في هذا التطبيق تاب تاب مينينج 2، أقوم بتحويلها أو أقوم بشراء هذه النقاط الموجودة باللون الأزرق. لاحظوا موجود فيها حرف T في الوسط. فكما تلاحظون عندما أقوم بتحويل هذه النقاط من هنا أقوم بالضغط هكذا، تقوم يعني تتحول تلقائيا إلى هذا التطبيق الموجود هنا، وهو تطبيق تاب إكس جيم لونشر. فمن خلال تحويل النقاط الى هنا تستطيع السحب عبر حسابك في بنك الباير او الباي بال. نعود الى هنا، عندما تصل الى 3000 نقطة تقوم بجمع 3000 نقطة، انا في رصيدي الان يعني 485 نقطة. فعندما تصل الى 3000 نقطة تقوم بالدخول الى جولد شوب وتقوم بتحويل من هنا، تقوم بالضغط هكذا. عندما تقوم بالضغط يطلب منك ان تقوم بربط حسابك مع تطبيق تاب اكس جيم لانشر، تقوم فقط بربطه مباشرة على التطبيق. ولكن تطبيق تاب اكس او يعني كما تلاحظون تطبيق تاب اكس جيم لانشر عندما تقوم بتثبيته لأول مرة خانة السحب لا تظهر معك، وإنما سوف يظهر معك خيار آخر تقوم بالضغط عليه. يطلب منك فقط مشاهدة يعني 6 فيديوهات وفتح حساب، وسوف يتم فتح خانة السحب معك. كما تلاحظون لو قمنا بالدخول على البيبال ثم ذهبنا إلى ريكورد بهذا الشكل، كما تلاحظون سحبت يعني 5 دولار و15 و15 و25، وحاليا طلبت 5 دولار اليوم وهي في يعني قيد المراجعة. سوف يتم دفع لك في خلال 7 أيام، يعني المجموع الذي سحبته من هذا التطبيق هو 25 دولار على حسابي في البيبال. يمكنك أيضا السحب عن طريق حسابك في بنك الباير، يمكنك السحب يعني 1 دولار فقط ب 11000 نقطة. يمكنك السحب على بنك الباير أو بنك البيبال بحد أدنى 3 دولار تساوي 30000 نقطة. الرصيد الخاص بك كما تلاحظون هنا في تطبيق تاب إكس جيم لانشر هو 6000 نقطة. النقاط عندما تقوم بتحويلها من هذا التطبيق تاب تاب مينينج إلى هنا تتحول مباشرة. إذا نعود إلى تطبيق تاب تاب مينينج كما تلاحظون ونشرح لكم طريقة العمل. كل ما عليك فعله أنك تقوم بمشاهدة إعلان ويبدأ في الضغط التلقائي ويقوم بترقية الليفل الخاص بك مباشرة بعد انتهاء كل ليفل. فعندما انتهاء كل ليفل سوف تحصل على صندوق، هذا الصندوق تقوم بفتحه سوف تحصل أو سوف تجد من داخله نقاط، وسوف تجد يعني
جواهر. هذه الجواهر سوف تساعدك في شراء هذا الذين يقومون بالحفر، أو شخص يعني جديد يقوم بالحفر بهذا الشكل كما تلاحظون هنا. فكما قلنا الجواهر سوف تقوم بشراء هذا الأشخاص الذين يساعدونك في الحفر التلقائي، وكل شخص يعني لديه مميزات. إذا أيضا يمكنك أن تقوم بمشاهدة الإعلانات من هنا وتحصل أيضا على نقاط وجواهر. أيضا يمكنك تزويد الأرباح الخاصة بك عن طريق دعوة الأشخاص، فلو ضغطت هنا على خيار فريند بهذا الشكل، هنا تضغط على خيار شير لينك بهذا الشكل، وتقوم بنسخ رابط الإحالة الخاص بك مع الأصدقاء، وكل شخص تقوم بدعوته ويقوم بترقية حسابه أو يعني فتح خانة السحب سوف تحصل على 400 نقطة، بالإضافة إلى أنك سوف تحصل على 30% من الأرباح ذلك الشخص. المجموع الكلي الذي سوف تربحه من شخص واحد كحد أقصى هو 2400 نقطة. فقط يمكنك مشاركة رابط الإحالة وتحصل على النقاط الخاصة بك، ولكن يجب كل إحالة تقوم بدعوتها ضروري أنك تقول يعني تقول له قم بترقية حسابك أو فتح خانة السحب حتى تحصل أنت على النقاط الخاصة بك. فكما تلاحظون هنا أيضا ستور هذا النت، فكما تلاحظون هنا كما قلنا خيار خاص بستور بهذا الشكل. من هنا تقوم بمشاهدة الإعلانات وتحصل على الجواهر وأيضا النقاط. إذا هذا هو الفيديو الخاص بنا لنهار اليوم. لمن لديه أي سؤال يتركه في خانة التعليقات، سوف أقوم بالإجابة على الجميع. نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.